إن فريضة الزكاة عبادة مالية من أهم عبادات الإسلام، وهي ركن من أركان الإسلام، فوجب على كل إنسان بلغ ماله نصاب الزكاة نقدا أو زروعا وثمارا إلى غير ذلك من الأمور، وجب عليه أن يبادر بأداء الزكاة، وألا يؤخرها، وألا يمنعها. فمانع الزكاة له عقوبة شديدة، له عقوبة أكيدة. والحديث الذي معنا يشرح لنا إلى أي مدى يعاقب صاحب المال الذي وجبت الزكاة في ماله ولم يؤدها، وكانت عقوبته على نحو عجيب، بحيث يجعل الله سبحانه وتعالى المال نفسه تقع به العقوبة على صاحبه، إن كان نقدا أو شيئا من قبيل هذه الأمور يمثل له شجاعا أقرع، وإن كان من الأنعام الإبل والبقر والغنم يحييها الله ويبعثها ليعاقب بها مانع الزكاة. انظروا إلى أي مدى، لأن المال في الأصل هو مال الله، وساقه الله لعباده رزقا، فلا يصح أن يبخلوا ولا أن يضنوا بما آتاهم الله سبحانه وتعالى من مال، إنه جعلهم خلفاء في الأرض على هذا المال، ليعطوا الفقراء والمساكين والمحتاجين، ولم يجعل إخراج الزكاة لكل الناس سواء، بل لمن وجب النصاب وبلغ ماله النصاب، لمن حال عليه الحول، أو إذا كان من الثمار وآتوا حقه يوم حصاده. فهذه الزكاة لهذا المال الذي ساقه الله للإنسان وجعله خليفة عليه، لا يصح أبدا أن يتباطل ولا أن يكسل ولا أن يمنع زكاة ماله، إنه لو منعها إن كان جاحدا فقد أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، وإن كان تركها بخلا وشحا فإنه له العقوبة على ذلك، وهي عقوبة شديدة. يصورها لنا هذا الحديث الذي أورده الإمام البخاري ووضع له ترجمة للباب الذي أورده فيه. هذه الترجمة عنوانها ما قاله باب إثم مانع الزكاة. الإثم لمانع الزكاة، والذنب وعقوبة هذا الذنب.